الأوصياء والحمد لله والصلاة والسلام على رسلنا الكرام. ربنا أعنا على ما ينفعنا في الدنيا وإخوانا يا ربنا بالتمام والكمال. أما بعد، السلام عليكم. والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله الأكبر. أيوكم وأخوة كافرة ترونهم بالسائل رأي العين، ترونهم بالسائل رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، وما في ذلك لا عبرة لأولي الأبصار. إذن لعلنا نوعان من الرؤى، ثم اختلف هذا الإيمان حامل الوحي ومؤمن به والعامل على نوره، ولا ترى الأعداء كفر، وربما رؤيتك فالله يرمي ويرمي الفوس والنصف والعبود ويرمي الكفر منهم، كما من السيد داود عليه السلام قال الكلب جالوت جلياس هو عملاق، ومع عمالقة وعدمها بسيط وحمران وعدمها وكذب وحجمها قليل، لكن أنا هناك العام الجديد هو مسافر عن الإيمان بالله واحد الله ناصر، وحنا حاجة بسيطة ونضيف ونشعب ونريفي معركة ملا ميدانية وفيها السلاح الثقيل في الزمن ذاك الغافل. أين ورانا مشيخ التوحيد ولا إله إلا النصر من عند الناس الواحد، عملنا ركبنا وربنا وجهته هناك ومشات وقتنا هنا وهنا وهنا وهنا، ولو تاخذوا بها كلكم بقلبكم السرور الاكبر ومختبين يوم الجبل الاول، وبعد ذلك تنكر بردير بردي وتنكر قلب ربي ويجيك ربك رب لنا كله يسبحون بحمده ترد لكور ذاك وسال نسيم ترد ان السيد محمد السيد عليه الصلاه والسلام لا لم تقرا قصائر اللي من تحت يحموا ويقولكم وعليكم بايران وعليكم كذا وايران جايبه لا ترحم ابدا وكذا، وكل ذلك التراث كما عهدنا منكم ويقبل الفروض بلا هواجة، ويرد الفروض كلما أوقف المعرفة أطاع الله أمرت ولا تتم بلايك بالهم أهل المشيسين الكويش كلها، لأنهم إخوان في حجرتين من فسق وجرائم بالليل والنهار وغضب الرحمن ناس وكفر المشيد صعودا وجد وقعد الرحمن، هذا كله احنا من التفاصيل اللي علينا بنذكر به دائما، هو النصر من عند الله لا سبيل الى ان يخرج الله وعهده والسلام على اهل السلام.